يا أيها الرجل اللاهي بغفلته أفق وألقينا إلي السمع مقتبلا. تسمع مني، أتدري أنت لما كلفت تعبده وحمل الخلق تكليفا بما ثقلا لكي يذكر هذا الخلق أن لهم ربا قديرا عليهم ما يشاء فعلا. لماذا كلفت بالعبادة؟ لتتذكر أن لله سلطانا عليك، هيمنة عليك، ملكا لك، قيومية عليك، فإذا ذكرته ولم تنسى وعبدته ولم تعرض عنه بقيت مستحضرا هيمنته وسلطانه وملكه لك. فيذكروه ولا ينسون قدرته ويضرعون إليه عندما نزلا. لولا ينبئه زجر التكلف بالأعمال مع مرض يغشى فقد غفلا. وكان ينسى بأن الله خالقه وهو رازقه من كل ما أكلا. إن الأنام جميعا هم فرائس للأيام قد صبرت كل اللدان بلا قد صيرت لكن الفضاء قد صيرت كل لدان بلا ما نال من ظفر قط الذي ظفرت به الليالي فسال تبلغ الأملا. من كان يوقن أن الله يخلف ما قد كان ينفق للإنفاق قد بذلا. حكمة الأولى يدعو الشيخ فيها بإلحاح العبد أن يكون ذكارا لله، وهذا هو هدي رسول الله ذكره بالله. هو الشيء يفعله إذا فتح عينه ذكر الله، يقول لا إله إلا أنت سبحانك استغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، الحمد لله الذي رد إلي روحي وأذن لي بذكر، ثم يقوم الليل قياما طويلا طويلا. لأن عبد الله بن مسعود يقول صليت معه مرة قام رسول الله وقمت معه فاستفتح بالبقرة فقلت يركع عند الخمس ما ركع، عند المية ما ركع، عند المئتين حتى أتم البقرة ودخل في سورة النساء هكذا قرأ صلى الله عليه وسلم حتى أتمها، ثم قرأ آل عمران. يقول عبد الله بن مسعود يقول حتى هممت بأمر سوء، تعبت من الوخر فهممت بأمر سوء. قالوا ما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأن أدعي، ما تحملت القيام البقر آل عمران في وقفة واحدة. يعني كم من الليل يقوم صلى الله عليه وسلم، وإذا طلع الصباح نشر فيه عبق أذكاره يرى الشمس فيقول سبحان من صورك ودورك ونورك ولو شاء لكورك، ويشهد الريح فيقول الله من يسألك خيرها وخيرها وأرسلت به وعلمك من شرها وشر ما أرسلت به. وطريقه تأمل وتدبر، يدخل المسجد بالأذكار وقلبه مستغرق مع الواحد القهار، ويخرج من المسجد بالأذكار ما يشهد أمرا إلا ذاكرا له، في مجلسه مجلس ذكر ومع ذلك يستغفر الله 70 مرة. الصحابة يقصون عليه يقول في المجلس 70 مرة، يقول وإني لأستغفر الله 100 مرة. حياة مفعمة بالذكر والأذكار، حتى لما جمعوا أذكاره عليه الصلاة والسلام كان شيئا عجبا، وشروحها أعجب شروح تلك الأذكار. فهذه تصل قلب العبد لربه دائما، تجعله موصولا غير ملتوف عن الله عز وجل، وتخضعه لجلاله.